السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم الفيديو ديال هذا النهار غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي بسيطه وبنينه، يا سلام، اللي هو سمك الفيلي مع الكريمه البيضاء. والسر ديالها هو الحامض، او العنصر الاساسي في هذا الطبق هو الحامض. خليكم معايا، غادي تعجبكم الوصفه بزاف وغتعتمدوها وغتوليو ديما ديروا السمك ديالكم بهذه الطريقه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ديالي خديت الفيلي، بالنسبه للعطريه اللي درت فيه، درت فيه البابريكا او الفلفل الاحمر مع الفلفل الاسود او الابزار، وشويه ديال الملحه، شويه ديال زيت البلديه مقيطه، والحامض. السر ديال هاد يعني المكون الرئيسي نتاع هذا هو الحامض، غنحتاجوه بزاف حتى في الكريمه غنستخدموا الحامض. وانا زدت الكالامر، كيبقى يعني اختياري، يمكن لكم تكتفيوا فقط بالفيلي، بالحوت الفيلي، ونفس الحاجه، نفس العطريه يعني اللي درت هنا، نفس التوابل اللي درت هنا هي اللي درت في هذا. كيف ما كتعرفوا التوابل ديال في الطبخ الغربي ما كيكونش، ما كيكثروش، كيديروا فقط الفلفل الاسود والملح والزيت، خصوصا الطعم ديال الزيت الاصلي، الزيت البلديه. المهم دابا غادي ندوزو للقلي. المهم في المقلاه غادي نحتاجو، غنديروا القليل من الزبده. هذا الهدف يعني ديالنا من هذا الحوت، اننا بحال غنشويوه، ماشي غنقليوه في الزيت، فقط بحال غادي نشويوه. ممكن لكم ديروه حتى في الفرن، ولكن دابا انا ما بقاليش الوقت بزاف، غياخذ لي الوقت في الفرن، فهاد الشيء علاش غندير له الطريقه، يعني بحال غيتشوى فقط. بالنسبه للسمك ديالنا خاصكم تحمروه او تشويوه حتى يولي على هذا اللون الذهبي، ياخذ لكم هذا اللون الذهبي الزوين. ودابا ندوزو لتحضير الكريمه. بالنسبه للكريمه ديالنا غادي نحتاجو الكريمه ديال الطبخ بطبيعه الحال، وغادي نحتاجو الحامض. كيف ما قلت لكم هذا الحوت هذا كيتميز بالطعم ديال الحامض مع الكريمه، كيجي يا سلام. غنديرو قشور ديال الحامض مقياس ديال واحد المعلقه، واحد نص كاس ديال عصير الحامض ما كاملش، غنديرو معاه معلقه ديال النشا، معلقه صغيره، غنخلطوهم وغنخليوهم يفشل بالحامض مع النشا. غادي نحتاجو كاس ديال الكريمه البيضاء ديال الطبخ، غنضيف الملعقه ديال القشور ديال الحامض او الليمون الحامض مبشور، الكريمه، وهذا غادي نضيف الليمون اللي درت مع النشا باش تعقد لينا الكريمه ديالنا اكثر. كما كتعرفوا النشا كتعقد لينا الكريم. وغادي نزيدو القليل من الابزار، فلفل اسود او الفلفل الاسود على حسب الذوق بطبيعه الحال، والقليل من الملح حتى هو على حسب الذوق. غنبقاو نحركو الكريمه ديالنا حتى نحصلو على الشكل اللي بغينا. كما كتشوفوا هي راه بسرعه كتختار، المهم كيف ما المهم انا دي اخترت لي شويه على القياس، خاص كتجي شويه سائله ولكن ماشي مشكل، المهم هو المذاق. المهم يمكن لكم ترافقوها، وديك الساعات تزيدوا في الاخر
يعني ترافقوها مع الطبق وتزي... وكل واحد يزيد القياس اللي يبغى. كلكم ترافقوها مع شي سلطه. المهم انا هاد السلطه صراحه ما وجدتهاش، خديناها سلطه هذه يونانيه، المهم كيبان لي فيها الزيتون مطيشه، المهم فماش داكشي. بالنسبه للعصير انا غنعطيكم الوصفه ديالو، واخا ما جهزتوش معكم حيت سهله وبسيطه. كتشدوا حامضه وليمونه تغسلوهم مزيان، ديرهم في الكونجيلاتور حتى تكونجيلا مزيان، تقطعوهم وديرهم في الخلاط الكهربائي مع اطر اونص ديال الماء والسكر حسب الذوق وشويه ديال الفاني، كيجي رائع. وكيف ما كتعرفوا الحامض مع السمك والحامض يعني المذاقات غيتواتاو مع بعضياتهم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا، كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق حيت غيعجبكم بزاف. عشي صراحه المذاق ديالو كيجي خطير. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب باش هكا ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وفعلوا الجرس باش العائله ديالنا تكبر اكثر واكثر. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.